سلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا اليوم قاعد يا مدرسين ويوم تحفة العلم قرية عالي مشهورة بيتهم بيت عين الحاج أحمد بالعلماء. طبعا أنا قاعد مع أستاذي اللي هو أول أستاذ في عالي صار عقب أستاذ علي والملا محمد اللي تاج على الرأس بعد. طبعا بيت الخيلان علي بن حاج أحمد مشهورين بالعلم ومن الأوائل اللي ألفوا كتب و مجلدات وحياتهم صغيرهم وكبيرهم كله زقور، يعني تشوف الصغير والكبير كله يلمعون، يعني الزقور في اللبس والكشخة. تبع إلى دخلت بيوت ولادهم الجدة إلى فتحة مميزة، برك السباحة مطلوب وأساسيات في البيوت مالهم. شوف هذا البياض والعلم ما يجي كده له، ما يجي له بهالأشياء. هو هذا إحنا درس قرآن، بس شوف أنت الخلفية وايش مميزة، لازم عندهم شيء يميزهم. الله يبارك لكم إن شاء الله أستاذي. مشكور. الله يعودك جميعا ان شاء الله. اول طبيب من عالي متخرج الدكتور يوسف، ومن اول دكتوراه طبعا عندنا في عالي من هالعائله هذه، اللي على يمين جاب دكتور واللي على يساري بعد جاب دكتوره، وحتى بعد دكاتره ثانيين اليهم عرقناها بعد. ايه لو ما يحملون عرق ما اعتقد صاروا دكاتره بعد.